تمارين الرجل الناس كلها بتكرهها. هي اصعب حاجه فعلا. هي اصعب حاجه وفعلا من التمارين المختلفه. بس الناس اللي بتتمرنها كتير على فكره بتحبها قوي، يعني الناس اللي بتحس ان رجلها قويه تاكل شويه على عند الليل النهارده. الناس دي نادره جدا. مفيش عنها. فالنهارده عايزين نتكلم عن التمارين اللي نقدر نعملها قبل اللعب. في الورم اب عشان ما يجيش تشنجات، ما يجيش شد عضلي والحاجات دي كلها ولا اصابات. في فعلا عندنا شويه حاجات بنعملها، في تمارين يعني بيبقى في عندنا دايناميك ستريتش، وفي عندنا تمارين بنجهز فيها العضله ان هي تشتغل، غير اجهزه الكارديو اللي هو العجله والتريدميل وكده. في تمارين بنعملها بالبادي ويت. هنتفرج على شويه يعني حاجات، علشان فعلا زي ما الدكتوره والكوتش فرح ما قالت النهارده ان ما يحصلش فعلا اصابات او ما يحصلش اي مشاكل في الرجلين. فاول تمرين انا هعمل تمارين يعني انترميديت او ادفانس شويه، فرح هتعمل تمارين للبيجنر. كوتش هيعمل تمارين صعبه، انا هعمل تمارين الاول تجربوا اللي فرح بتعمله وبعد كده نعمل اللي انا بعمله. فاول حاجه هنعمل حاجه اسمها ستيشن ايجار، لو احنا بنجري في المكان لو مش متاح لينا ان احنا هنجري في مكان بره، فهنبدا نحاول ان احنا نجري قاعنا بين بيتنا دي. 1 2 3. فرح هتكمل زي ما هي، اللي هيقدر يجري هيحاول ان هو يعمل ده. 1 2. هنحاول نعمل دوت 30 ثانية. كل التمارين مش انا اللي بنزل لركبتي، انا رجلي كل التمارين دي انا فعلا رجليا بتطلع هاي نيز، ركبتي هي اللي بتطلع لحد فوق وظهري ثابت مكانه، صدر مفتوح والكتف ورا والضحك والابتسامة. ماشي. ده أول تمرين. التمرين الثاني بعد الستيشن ران دوت هيبقى الليك كيرل اللي بيمرن العضلات الخلفية. فرح هتعمل برضه النوتيفيكيشن بتاعته، هتعمل الحاجه اللي بيجنر. هتبدا نعمل 1 2 3 4. بعد شويه وهي مكمله زي ما هي ممكن نعمله اسرع. 5 6. بنخلي كعب الرجل تلمس ايدي، لحد ايدي، كعب رجلي يلمس لحد ايدي. تمام. ده التمرين الثاني. التمرين الثالث نقدر نشغل الجزء بتاع الحوض كله. ببدا اشتغل لحد هنا، رجلي بتطلع لفوق يمين، بلف وارجع مكاني تاني. نفس الرجل نفس الرجل نفس الرجل. 2 3 4 5. بطني مشدودة قوي. الرجل الثانية 1 2. حطيت ايدك وسطك هقلبك الفرح. 3 4 5. التمرين اللي بعده هيبقى للكور، لعضلات البطن اللي هو الماونتين كلايمبنج اللي هو اللي الناس بتحبه كلها. هننزل على الارض في الوضع بتاع الضغط وهبدا اشتغل 1 and 1. بنفس الرجل ولا هنا في البلانك؟ اوكي. 1 and 1. انا هشتغل اسرع شويه، فراح زي ما هي. 1 2 3 4 5. بنحاول نوصل من 10 ثواني للبيجنر ل 30 ثانية للسات الواحد. وكل ده عشان نحاول نبعد عن الإصابات. بعد ما نبدأ نعمل الحاجات دي نقدر ندخل نتمرن ليجز. رجليها هتبقى جاهزة بنسبة كبيرة إن هي تعمل التمارين الأساسية كلها. الحلو بجد إنه مش بس بنحاول نبعد عن مشاكل أو الإصابات، والحلو كمان إن إحنا بنحرق كالوريز كتيرة. ونورما بيحرق كالوريز، أنتوا شايفين طبعًا الكالوريز اللي طالعة مننا. شايفين. صباحك زي الفل يا كوتش. صباح الفل يا فرح، شكرا ليك. سلام.